اقترب مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من حسم التعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، ولم يتحدد حتى الآن موعد فتح باب الميركاتو الصيفي القادم في ظل الغموض بشأن نهاية الموسم الرياضي الحالي والمتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا. وركزت إدارة الهلال في الأيام الماضية جهودها على حسم مجموعة من الصفقات المحلية الكبرى على أن تؤجل الحديث عن مستقبل الأجانب مع نهاية الموسم الرياضي الحالي. ويهدف مجلس إدارة الهلال من وراء حسم الصفقات المحلية الكبرى مبكرا إلى عدة أمور على النحو التالي: أولا، ضمان تدعيم دكة البدلاء بأسماء قوية، وثانيا قطع الطريق على الغريم النصر، ثم ثالثا مواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي. ومن المقرر أن يعلن نادي الهلال عن الصفقات 3 قريبا للغاية وبعد اتضاح الموقف النهائي من استئناف النشاط الرياضي من عدمه، خاصة أن الموعد الذي حددته الرابطة في وقت سابق هو 20 أغسطس. ونستعرض لك الصفقات 3 التي باتت على أبواب الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم. أولا، علي الحسن. كشفت صحيفة الوطن عن توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع الفتح للتعاقد مع نجم خط الوسط الشاب خلال الميركاتو الصيفي القادم. والحسن البالغ من العمر 23 سنة أحد أبناء نادي الفتح الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية قبل الصعود إلى الفريق الأول. تألق الحسن خلال أقل من موسمين فقط لفت أنظار الهلال إليه، والذي يريد شراء العام المتبقي للاعب مع نادي الفتح لتدعيم خط وسط الارتكاز بلاعب محلي كبير، خاصة في ظل كبر سن سلمان الفرج والإصابات المتكررة لعبد الله عطيف. ثانيا، عبد الله الحمدان. هي الصفقة المحلية الكبرى لنادي الهلال في الميركاتو الصيفي القادم، حيث أكدت آخر التقارير إلى توصل إدارة الزعيم إلى اتفاق مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع الشباب بختام الموسم الرياضي الحالي. والمثير في الأمر أن الحمدان يحظى باهتمام أيضا من نادي النصر، إلا أنه يبدو أن الصفقة تمت بالفعل للهلال، خاصة بعد أن كشفت صحيفة الشرق الأوسط منذ أيام قليلة أن قلعة الزعيم أتمت صفقة محلية كبرى. صالح الشهري. نجم الهلال المعار من الرائد من المقرر أن يرحل عن الزعيم بنهاية الموسم الرياضي الحالي بعد أن نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة آخر في 17 مباراة فقط. ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، أبلغ مسؤولو الهلال بشكل رسمي مجلس إدارة الرائد بشراء عقد اللاعب صالح الشهري نهائيا خلال الأيام القادمة. وبهذا يكون الهلال قد قطع الطريق على النصر للتعاقد مع الشهري ذو 26 سنة، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن احتمالية تعاقد العالمي معه بداية من الموسم القادم. جدير بالذكر أن الهلال بخلاف هذا الثلاثي ارتبطت أسماء محلية كبرى أخرى بالهلال، وعلى رأسها عبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ثنائي الأهلي.